السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم. هذه حلقه جديده من برنامج بخدمتكم. مشاهدينا الكرام، حلقتنا اليوم حلقه بتماس مباشر بحياه الانسان. اكيد المواطن العراقي عنده مجموعه تساؤلات، وخاصه المواطنين اصحاب الامراض المزمنه والعياذ بالله السرطانيه، دائما ما يروحون يوجدون أكثر من نوع بالصيدلية الواحدة، وأكثر من سعر بالصيدلية الواحدة. ومن الممكن والكثير يتساءل ويشكو من قضية عدم وجود أدوية تشفي من المرض، أو ممكن تهدي من المرض. هاي المشكلة حاولنا نجد لها حل. قبل فترة كنا نتحدث لكن ماكو إجابة بصراحة. الآن بصراحة أثناء جلستي مع سيد الضيف راح أتعرف عليه بعد قليل، أكو كلام مبشر، يعني بصراحة ببشرة بأنه أكو هناك توفير أدوية، بأنه تروح للصيدلية راح تلقى فد شيء موثق عند وزارة الصحة والرقابة، هناك لجان تفتيشية تبحث عن الفساد المالي والإداري في داخل الوزارة وفي كل أطرافها. هذا شيء يبشر بخير. حتى نتحدث أكثر عن هذا الموضوع، اليوم ضيف حلقتنا في برنامج بخدمتكم، طبعا حلقة أيضا راح نعلن عنها، حلقة خاصة عن استيراد وتوزيع الأدوية وفق البرنامج الحكومي اللي الحكومة ألزمت نفسها على وضع هذا البرنامج وتطبيقه، مثل ما شفنا إعلان قبل أيام بأنه ماكو وكلاء وزراء، لو أصل لو يثبت يوم 30/11 نهاية هذه السنة حسب المنهاج الحكومي. إذا فعلا مثل ما قرأنا المنهاج الحكومي يطبق بحذافيرة، لا إن شاء الله نستبشر خير. وإذا كان هناك تراخي وترهل بالأداء، إحنا أقسم بالله راح نعلم من خلال هذه القناة. مشاهدينا الكرام، ضيف حلقتنا اليوم دكتور زياد ناجي، مدير قسم استيراد الأدوية في الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية. رحب بك أجمل. مرحبا دكتور. أنا وسلم. شكرا قبول الدعوة. شرف لي. شكرا لحضورك. إن شرف حبيب قلبي دكتور. الله يخليك دكتور. حتى الناس تعرف دكتور زياد مسؤول عن شنو؟ أنا صيدلاني زياد ناجي صادق، مدير قسم استيراد الأدوية في الشركة العامة لتسويق الأدوية في وزارة الصحة العراقية. احنا عملنا يتلخص انه مسألة توفير الدواء آمن وفعال للمواطن العراقي، بالإضافة أنها عندنا أقسام أخرى داخل الشركة تختص بالاستيراد المستلزمات الطبية، الأقسام المختبرية، والإضافة للاستيراد الهندسي. هاي الأقسام الرئيسية اللي هي معنية باستيراد كل شيء للمواطن العراقي داخل المستشفيات الحكومية. دكتور زياد، أنت تحدثت عن أقسامكم. نعم. واحد منهم المختبرية. نعم. اللي هي صلاحية الأدوية. لا لا لا، ذاك قسم المختبرات في دائرة الأمور الفنية. إحنا اللي هنا نعني به هنا بالضبط اللي هي المواد المختبرية اللي تستخدم داخل المستشفيات الحكومية. كل شيء يتعلق بالمختبرات، بالإضافة إلى مسألة أمراض الدم، بالإضافة إلى مراكز نقل الدم، هذا كله له علاقة بالجانب المختبري. أحسنتم دكتور. جيد. الله شكرا على التوضيح. الله يخليك. دكتور، خصوص الشركة العامة كيماديا. نعم. وما معروف عنها كيماديا. كيماديا، المختصر كيماديا. ما الذي تغير الآن؟ يعني قبل كثير حديث عن كيماديا. صح. كيماديا. صح. يعني نجرب نفسنا من المسؤولية دكتور. على رأسك. على رأسك. سأل رأسك. وأنت يعني من البداية وأثناء لقائنا قبل الاستوديو أنت كل الصريح. طبعاً. واضح طبعًا. وهذا شيء أنا كمقدم برامج أستبشر خير. الله يخليك إن شاء الله. دكتورنا شنو تغير؟ يعني هي بدون مجاملة الحمد لله العمل الدؤوب للوزارة خلال الفترة الماضية من استلام الحكومة الحالية أكو كانت إرادة حقيقية لتغيير الواقع الصحي بالعراق. تمثل هذا أنه تغيير طريقة العمل داخل كيماديا. داخل كيماديا أكو متابعة شخصية من معالي السيد الوزير الصحة للعمل داخل كيماديا، لقاء مباشر مع لجان الدراسة، لقاء مباشر مع السيد مدير عام كيماديا ومدراء الأقسام بصورة منتظمة وبصورة دورية. هذا أنتج أنه طريقة العمل في كيماديا تتغير حسب ما رؤية السيد معالي وزير الصحة، لأن درد يطلع يكون أنه يرتقي بالواقع الصحي للمواطن والمريض العراقي. أكو كان مثلا
نسبة التعاقد، نسبة الأعمال مالتكم، اكو تغير صار بها؟ طبعا مثلاً؟ طبعا طبعا، احنا لاول مره في منتصف احنا هذا العام صار عندنا انه كل العقود الاستيراديه توقعت، واحنا لازلنا في منتصف العام، يعني احنا تقريبا بشهر السادس شهر السابع احنا كل العقود الاستيراديه توقعت، فهذا هذا راح ينعكس بالايجاب طبعا على المواطن. احنا باذن الله تعالى يعني المفروض على الشهر نهايه السنه راح تبدا العقود الاستيراديه باذن الله تعالى راح توصل، وراح ينعكس هذا بالشيء الايجابي للمواطن العراقي داخل المستشفيات الحكوميه. انا ان شاء الله هم راح اتعمق بقضيه التعاقد ان شاء الله، هذا اختصاصنا طبعا، هذا اختصاصنا ان شاء الله. طبعا ان شاء الله نكون واضحين جناب الدكتور، نعم الكثير من الناس تعاني من عدم توفر أدوية الأمراض المزمنة حتى السرطانية منها، يعني يقول لك أنا أروح يعني المفروض الحكومة تدعم هاي الأدوية أشتري بشكل يعني أرخص، قبل يمكن كانت بالعيادات اكو دفتر موجود ايام زمان. صحيح أيام زمان. احنا هسه تغير الواقع تماما، احنا ضمن ما تفضل جنابك التايتل البرنامج والحلقه اليوم اللي هو البرنامج الحكومي، احد الفقرات الرئيسيه بالبرنامج الحكومي هي الادويه السرطانيه. الادويه السرطانيه بفضل الله رب العالمين احنا هالسنه قدرنا نوفر 100% نسبة التغطية للأدوية السرطانية عن طريق العقود الاستيرادية، عن طريق مناشئ اثنين طبعا اللي هي المصانع الأجنبية بالإضافة للمصانع الوطنية، عن طريق هذين المناشئ الاثنين احنا قدرنا نوفر كل الأدوية السرطانية بإذن الله تعالى. راح نشوفها مثل ما قلت لحضرتك على نهاية العام راح نشوف فرق كلش كبير بالموضوع المواد السرطانية. يعني هسه المواطن اللي عنده هذا المرض يعني ما يروح يشتري من ابدا، ما باذن الله تعالى ما راح يستوجب انه لا يشتري من برا من الصيدليات الاهليه بعد نهايه السنه. هو الان احنا اصلا بلشت احنا، لان احنا هي العمليه الاستيراديه مستمره ما متوقفه. احنا العمليه مالتنا مستمره على طول العام، احنا حاليا ندرس احتياج العام ال 24 اللي الفتره اللي قبلها كانت احنا في خضم ال 23، المفروض الأدوية 23 يحتاج لها 23 موجودة حاليا وقاعد تتوزع، ونسب احنا عندنا نسب التغطية المواد السرطانية الحمد لله عبرت ال 95% فضل رب العالمين. هذا اللي كان النمبر 1 لدى الوزارة اهتمامها فيما يخص البرنامج الحكومي هي الأدوية السرطانية، بالإضافة إلى موضوع الأدوية القلبية والمراكز التخصص القلب. يعني ابو البصره وله يعني معاناته بالبصره. خلي اوضح لك نقطه بهذا اذا تسمح لي دكتور. احنا عمليه التوزيع تكون شلون تكون احنا من راح تجي الادويه او المستلزمات، احنا عندنا مخازن خاصه بالشركه العامه منتشره على 5 مخازن للعراق كل، واحد من مخازننا الرئيسيه في محافظه البصره، فمن توصل المادة في بغداد عندنا احتياج احنا طبعا يجينا من دارة الأمور الفنية لكل محافظة عراقية بناء على عدد السكان مالتها. هو نسبة السكان طبعا اوكي، فبالتالي راح تصير عملية التوزيع بناء على عدد السكان والحاجة بالضبط، وحاجة الحاجة المثبتة من قبل الدائرة الصحية، بالتالي ما راح توصل المادة، راح يجي مثلا المخول مال الدائرة الصحية او المخزن التابع لنا الكيمادية راح يستلم الحصة المخصصة لهذه الدائرة، بالتالي الدواء راح يوصل من مخازن بغداد الى مخازن البصرة او مخازن النجف، وراح يتم توزيعه بطريقة سلسة وسهلة ان شاء الله. وطريقة النقل مالته والحفظة النقل كله، احنا اصلا مخازن بغداد كلها مبردة، سيارات احنا عندنا طاقم كامل سيارات مبرده، ومن يوصل المخازن مبرده، وهي طبعا العملية التبريد متابعه من قبل لجان تفتيشيه داخل الكيمادي. ممتاز، حتى نرجع لسؤالنا الامراض الاخرى. نعم دكتور، يعني انتم الشركه تابعه لوزاره الصحه لو منعزل؟ طبعا احنا لا احنا جزء لا يتجزا من وزاره الصحه. احنا الشركه العامه للتسويق للمستلزمات الطبيه، احنا جزء من وزاره الصحه مباشره. جيد، اذا نرجع على سؤالنا اللي بعض الامراض اللي هي السكر والضغط والتفاصيل. الجزء الثاني من جنابك اللي تفضلت به اللي هي ادويه الامراض المزمنه، ادويه الامراض المزمنه احنا يعني جزء من عندها يتوفر عن طريق المصانع او الشركات الاجنبيه العالميه طبعا المعتبره اللي عندنا، بالاضافه انه جزء كبير جدا قاعد يتم توفيره عن طريق المصانع الوطنيه. هذا جدا مهمه جدا، يعني جدا نريد نوضح
على المواطن إن شاء الله أنه المواطن. أنه إحنا عندنا مصانع ذات قدرة إنتاجية عالية بكواليتي ونوعية عالية كفاءة جدا، لأن إحنا كل الأدوية اللي تجي الكيمادية سواء الأجنبية أو المحلية يتم فحصها في المركز الوطني للرقابة والبحوث الدوائية اللي هذا تابع لدائرة الأمور الفنية وتابع لوزارة الصحة. فماكو دواء يتم صرفه في المستشفيات او المراكز الصحيه دون انه يتم فحصه في هذا المركز. اختصاصكم فقط المستشفيات والقطاع الحكومي؟ القطاع الحكومي حصرا طبعا. مدى يتعاونون وياك مثلا يطلبون منكم الاهليه كذا يقدرون يجهزوا بالمقابل مبالغ ماليه او فد شيء؟ احنا اكو شراكات ربما بالمستقبل احنا كشركه ضمان عامه ضمان صحي يدخل من ضمنها مثلا. بالضبط، هاي احد مشاريع الوزاره اللي هو الضمان الصحي. بس هاي يختلف يعني ككيماديه يعني احنا ممثل يعني اكو عندنا تمثيل داخل مساله الضمان الصحي لان كل عده وزارات عده دوائر، بس مساله الضمان الصحي لا يختلف، خلينا نقول يعني شوي بعيد عن هذا الموضوع اللي بدنا نتكلم عليه. مساله التوفير والادويه الوطنيه يتم توفيرها مثل ما قلت لحضرتك عن طريق مصانع اجنبيه والمصانع المحليه، ويتم توزيعها باليه سلسه ويتم فحصها وتوزيعها للمواطن العراقي. يمكن سؤال خارج نطاق عملك لكن تسمح لنا. تفضل. بما تحدثت من نحن نوزع المستشفيات الحكوميه والمستوصفات الحكوميه، يعني عندنا يعني بدت تطور قضيه البنى التحتيه المستشفيات كذا. طبعا طبعا. دكتور لا 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 انا اقول لك انا راح اجهز المستشفيات. دكتور احنا 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 اللي يحكمنا هو الواقع الصحي. حسن. احنا اكو رؤيه، اكو هدف، واكو فشي اللي احنا الواقع اللي احنا بدنا نعيشه. الواقع الصحي الحمد لله والشكر بدون مبالغه اكو يعني في طور النمو والارتقاء الحمد لله بفعل معالي السيد الوزير، متابعه الحثيثه لمعالي السيد الوزير. والدليل انه اكو اعلن السيد الوزير قبل يمكن امبارح قال انه اكو عمليه اعاده تاهيل مستشفى اليرموك والكاظميه ومستشفى الصدر، هاي كلها راح يعني بالايام القادمه ان شاء الله باذن الله تعالى هاي كلها راح ترتقي وترفع من الواقع الصحي. اكيد هذا من ضمن منهاج الحكومه. طبعا هذا كل هاي المتابعه الحثيثه من ضمن البرنامج الحكومي. شلون اشوفه مع الوزير بصراحه؟ مو لان وزير لا طبعا لا. دكتور صالح يعني امانه انسان يعني جدا متابع، دؤوب بالعمل، دقيق جدا. يعني صراحه يمكن قلت الجناب قبل شويه يعني يتابع الصغيرة قبل الكبيرة، وعنده يعني هم واحد انه يعني حتى احنا على مستوى كيماديا من يكون اجتماع ويا الكادر المتقدم في كيماديا دائما يقول اريد انه المواطن من يوصل المستشفى يلقى كل الأدوية. وهذا الشيء اللي هو ده يشتغل عليه حاليا، واحنا في كيماديا مثلا السيد مدير عام كيماديا والاخوان السادة مدراء الاقسام في كيماديا هذا هو ديدنا صراحة بهذا العمل إن شاء الله. وأعتقد هو أثناء جولاته في اليوم أنا أتابع الفضائية فشخص قضية المشاكل بالأدوية، ما عدا أدوية كذا. هي لذلك المتابعة اختلفت صراحة معالي السيد الوزير، المتابعة تصير من قبله حصريا العمل كيماديا. ممتاز. دكتور يعني أنت تتحدث من ساعة وقلت لي يعني قضية الأدوية المحلية تصنع الأمراض المزمنة المصانع الوطنية. الوطنية أي نعم. يعني اعطيني صورة كاملة. المصانع الوطنية صراحة احنا سنة عن سنة قاعد نفتح عندنا مصانع جديدة بكواليتي عالية جدا. سابقا كان اكو تصنيف اي بي سي لان كانت جوده المصنع من مصنع الى اخر اختلفت بالتطور والدعم الحكومي اللي صار. هذا مساله التصنيف المصانع اختفى، ليش؟ لان كلهم صاروا كواليتي واحد. يعني اني من تروح الماده توصل اني عندي للمخزن في مخازننا في كيماديا تروح فحص مثل ما قلت لحضرتك بالمركز الوطني للرقابه والبحوث الدوائيه، فضل رب العالمين الحمد لله نتائج كلها ايجابيه وتعبر الفحص وبالتالي يتم توزيعها للمواطن. هذا ينم على انه الاخوان بالمصانع الوطنيه على قدر من المسؤوليه يعرفون مسؤوليتهم تجاه المواطن العراقي. اكو اندفاع تشوف من اصحاب المصانع الاهليه؟
اندفاع نحو ماذا بالضبط؟ نحو التعاقد. طبعا طبعا طبعا. الحكومه اذا تعطيت الحكومه حتيجي هنا النقطه. هنا اكو دعم صار من دوله رئيس الوزراء بهذا الخصوص للمصانع، ويمكن حضرتك قبل يومين ثلاثه همت السيد دوله رئيس الوزراء اجتماع مع المصانع، جزء من المصانع الوطنيه، ويوضح على مساله عمليات انه الدعم المستمر ضمن برنامج الحكومي، لان انت تدري الصناعه الوطنيه لها علاقه بالامن الدوائي. الامن الدوائي مهم جدا للمواطن العراقي، فلذلك اكو تركيز انه انا لازم اكون اغلب الادويه اللي داخل السوق العراقيه هي من منشا محلي، لان لا قدر الله شلون مثل ما تتذكر اذا سابقا حضرتك تتذكر فتره كورونا عانينا مساله الاستيراد، هواي ادويه هواي مستلزمات طبيه اختفت. صحيح. ليش؟ لان الاستيراد كان متوقف. فكان هذا الموضوع شيء اكيد يعني في نظر الحكومه، لذلك اكو هسه تركيز على مساله المصانع الوطنيه. وطبعا ما بدي احكي بس ادويه للعلم، حتى من جانب المستلزمات الطبيه اكو توجه كلش كبير من الاخوان بالصناعه الوطنيه. بصراحه دكتور احنا نعرفه دائما بيدون الحديث ادويه سامره براسته. لا 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 اختلفت الصوره تماما. يعني مع اعتزازي واحترامي للاخوان الشركه العامه في سامراء، هو شركات انا ما اريد يعني انا لا تكون مساله دعايه. اي فعندنا معامل من الشمال للجنوب، بس احب اوضح لك اياها، من الشمال للجنوب معامل وطنيه كواليتي نمبر 1 ما شاء الله. اي يعني امانه وبشهاده الاخوان بداخل مركز الرقابه البحوث الدوائيه عندنا اتصال مباشر معهم الحمد لله. يعني قلت لك اياها نسبه النجاح تماما 100%. كل انواع الادويه لهم محددين. الادويه شلون صح الجينريك اللي هي الادويه اللي تستخدم دائما بحياه المواطن، بالاضافه للادويه المزمنه مستهلكه دائما، بالاضافه لانه اكو جانب كان ما موجود قبل هسه الادويه السرطانيه، شركات الصناعه الوطنيه قامت تنتج ادويه سرطانيه، هذا نقله نوعيه تعتبر هذا الموضوع الحمد لله وشكرا. طبعا هذا كله من طبعا الدعم، دعم الحكومه امانه، لان تدري هاي الراد لها مبالغ كلش صح كبيره. صح. فلو ما الدعم الحكومي ما كان هذا الشيء توفر. وبصراحه كان قبل فتره مؤتمر نعم او ندوه جمعيه نخب وكفاءات نعم، فكانت باستضافه معالي وزير الصحه، فكنت انا حاضر بها. وكان عنوانها اعتقد الصناعه الدوائيه. صح. فكانوا يعني تجار واصحاب خطوط انتاج ادويه. نعم. فكانوا متفائلين، هذا التفاؤل ما زال لا زال، وعلى يعني شلون نقول على ارض الواقع متمثل بكميه العقود اللي احنا يعني اللي مثل ما قلت الجنابه قبل شويه، احنا لحد الشهر السادس يعني اغلب عقودنا خلينا نقول الصناعه الوطنيه جدا جدا نسبتها كلش كبيره وكلها بالكامل يعني كملت الحمد لله والشكر. قلت لك في طور هسه هم في طور اعداد العقود من قبل المصانع وتوريدها لنا للمخازن وتوزيعها للمواطن العراقي. رفعتوا الضريبه اعتقد واحده من يعني كانت مو هي الدوله جنابك من احد الاشياءات هي هاي مساله الدعم الحكومي، دعم بالاضافه احنا مساله احنا عندنا السلف التشغيليه. احنا بدنا نعطي سلف تشغيليه بدعم من الحكومه للمصانع العراقيه. فهذا الموضوع قلت لك فرق يعني كلش قد المصانع العراقيه. ممتاز احسنتم. زين اكيد اكو معوقات، يعني ماكو عمل ما بالمعوقات. صراحه المعوقات هي موجوده في كل عمل. العمل المعوق الرئيسي احنا عندنا في كيمادي هو متمثل بمساله الموازنه. احنا الموازنه دائما نعاني من عندها، البرنامج الحكومي موجود، متابعه موجوده من لدن دوله رئيس الوزراء ومعالي السيد وزير الصحه والسيد مدير عام كيمادي. هذا الخصوص مع الاخوان في وزاره الماليه. يعني انت دائما تكون عندك هدف، بس تدري يعني احنا مشكله بلد كبير احتياجاته جدا كبيره، نحتاج دعم بعد اكثر صراحه. يعني انت من تشوف الموازنه العراق تكفي؟ لا، مع احنا خلينا نقارنها مع الدول الجوار، دول الجوار السعوديه، لا طبعا اكو فرق، لا زلنا نحتاج بعد. يعني شنو الفرق بين متعرف انت؟ يعني احنا نقول احنا من كدعم الحمد لله الدعم موجود، الارقام جدا جدا مبشره بخير، بس احنا نحتاج انه بعد تدعم انه الموازنه مالتنا تكبر، لان تدري احنا 42 مليون مواطن عراقي. وانا بدي اسال هذا السؤال، عفوا دكتور قاطعتك، السعوديه يمكن السعوديه ايران تركيا نحكي على نسبة السكان البيئي وهي والدعم يعني 42 هي هنا النقطة، هي هنا النقطة. قلت لك احنا الدعم موجود، الأرقام موجودة الحمد لله وشكر، احنا باشرنا، والدليل على ذلك انه مسألة الدعم انه احنا عقودنا حاليا كل عقودنا احنا تمولت،
من ناحيه الادويه ليش اقول لك الحمد لله وشكر الامور اختلفت عن السابقه، السابقه احنا كنا كانت الادويه تبقى للسنه اللي بعدها واكو عقود ما متموله. يعني السيد وزير الصحه اوضح قبل كم يوم عندنا عقود لا زالت من عام 22 ما متموله في طور التمويل طبعا، بس عقودنا اللي احنا حاليا الجديده كلها تمولت. فهذا يعني دلاله المتابعه والنيه الصادقه بالتوفير الدواء. الموازنه الثلاثيه خطوه ذكيه بصراحه. طبعا طبعا طبعا، لان انت تدري هاي هو هذا الدوله خلينا نقول الصحيحه، انه انت لازم ترسم سياستك خمسيه بالضبط. الخمسيه بالضبط بالضبط. احسنتم دكتور. جيد، هسه راح نجي على اختصاصك. تفضل على راسك. تفضل الله يخليك دكتور. بما انه انت صيدلاني، نعم بصراحه من يسيطر على الصيدليه مالك؟ على التسعيره يعني، حتى عديده دي. احنا الصيدليات القطاع الخاص يعني شلون اقول له، هو مداخل، هو له معرقلات، هو له جوانب ايجابيه وجوانب سلبيه. صراحه سابقا السوق الدوائي العراقي كان بسمه الفوضى نوعا ما، بسبب عدم تنظيم عمليه استيراد وتصدير الادويه، الاستيراد بالاحرى وليس التصدير. تعدد الشركات، تعدد الشركات، المناشئ، غياب الرقابه، يعني اكو جانب اللي هو مساله الحدود، يعني هاي الاشياء كلها صراحه كلها تاثر هذا. فبالتالي هذا انعكس انه نسبه 25 الى 30% احنا من الادويه كانت في صيدلياتنا الخاصه هي غير مسجله. هذا الشيء يعني باذن الله تعالى يعني في طور للاختفاء. راح تقول لي ليش؟ راح اقول لك انه بتوجيه من معالي دوله رئيس الوزراء، واضافه الى توجيه السيد الوزير الصحه والاخوان بالجهات الرقابيه والوزارات الامنيه، صار انه توجه نحو اختفاء هاي الادويه الغير مرخصه والادويه الغير مسجله، وصارت عمليه تنظيمها وفحصها واعطاء مهل لغرض فحصها واستخدام ما هو صالح منها والغير صالح يتم اتلافه. هذا طبعا بدي احكي لك القطاع الخاص. انتهاء باذن الله تعالى، انتهاء. لو بقت نسبه معينه. لا لا لا، مو انت تدري حضرتك كل مرحله يعني او كل عمليه راد لها انه نشتغلها بعمليه تدريجيه. تمام. والدليل انه قلت لك اكو فترات سماحيه صارت فيها. لغرض التسجيل. لغرض التسجيل وغرض الفحص، وليس تسجيل رقم واحد. المساله الثانيه، الادويه اللي دخلت خلينا نقول بطريقه غير نظاميه صار لها سماحيه انه ممكن انه نفحصها عن طريق مركز الرقابه البحوث الدوائيه. هذا قلت لك المركز من احد المراكز جدا مهمه في يعني في عملنا. فمن نجحت هي انتهت، راح يكون عليها ليبل انه باس، يعني انه نجحت، ويكون توزيعها للقطاع الخاص. يعني هسه بنروح غير صيدليه القى السعر مثلا نقول اضمنتي القى مثلا. نعم. 5000 مثلا بالضبط. نقول بالضبط. اجي صيدليك القى ب 3000. هاي باذن الله تعالى في طور الاختفاء. راح تقول لي شلون؟ راح اقول لك كالتالي. كل الادويه انت من راح يكون ادويه مسجله راح يكون عليها ليبل، ليبل الوزاره. اكو احنا سابقا كان اكو بين النقابه وزاره الصحه، حاليا اكو المشروع صار بين دائره العيادات الشعبيه ووزاره الصحه. كل دواء راح يكون عليه ليبل. اكو برنامج احب هم انوه عليه، برنامج اطلقته وزاره الصحه، برنامج اسمه كوديا. كوديا؟ كوديا موجود على هواتف الاندرويد والهواتف الايفون الابل. اللي هو راح تنزله التطبيق، راح تفتح عليه مثل الاسكان، راح يعطيك كل المعلومات اللي تخص الدواء بالاضافه الى سعر الدواء. فبالتالي عمليه الغش الدوائي يعني تقريبا اختفت بعد ما عندك هاي المساله. هاي جدا جدا مهمه، احب اوضح للاخوان يعني هسه انا اريد اروح الصيدليه. بالضبط. افتح البرنامج. تفتح البرنامج، اكو ليبل عليه اسكان، السعر واسم الماده وتركيزها. بس احنا خبر دور على السعر. هي شيء مرتبط بشيء، لان انت ممكن انت تلقى السعر بس ما تلقى اسم الماده. صحيح. فهذا معناته العفو يعني انه جزء يعني مزور. هذا الشيء طبعا مستحيل. صحيح. مستحيل. راح تقراها انه انت راح تجي تلقى السعر وياها تفاصيل كل ماده. على قدر السعر عن طل الصيدلي. بالضبط. طل الصيدلي بالضبط. بعد ماكو انه انت راح تلقى التفاوت الاسعار من صيدليه لاخرى، هذا اختفى بعد ماكو، راح يختفي باذن الله تعالى. بس نذكر مشاهدينا الكرام يعني هي دعوه ان تنزلوا هذا التطبيق على هواتفكم النقاله. اسم التطبيق كوديا. نعم. كوديا. يا ريت الاخوان بالسبتايتل يسجلوا هاي المعلومه. تطبيق على الهواتف النقاله، ممكن تنزل اي مواطن ينزل هذا التطبيق من ابل، من كل اندرويد. اندرويد. نعم. ينزل برنامج اسمه كوديا،
هذا البرنامج كوديا هو مهمته أن تفحص الليبل الموجود في باكيت العلبة الدوائية، راح يطلع لك الإنتاج وسنة الإنتاج والشركة كل تفاصيله بالإضافة إلى السعر. والسعر مثل ما تفضل دكتور زياد هو نفس السعر الموجود بالليبل أنت تدفعه بالصيدلية. لو ما أخذ أبو الصيدلية وتفرض سعر أغلى، ممكن كل بساطة يشتكي على أبو الصيدلية. أكو أرقام موجودة حتى داخل البرنامج، وكم شلون نقول المواقع وزارة الصحة حتى الجهات الأمنية ممكن إنه يعني إن شاء الله إحنا ما أحب يعني ما أحب أتكلم بهذا باعتبار أن رجال صيدلي طبعاً وزملاء صيادلة طبعاً بس لا هو يعني إحنا أنا يعني كصيدلي هم راح أكون محاسب قدام رب العالمين قدام القانون فيما لو انه انا اخالف هذا الشيء. والاخوان يعني ان شاء الله اخوان الزملاء الصيادله الحمد لله هم من اول من اوائل الناس اللي يلتزمون بالقانون. اكو بس نقطه حبيت اوضحها، قلت لحضرتك قبل شويه انه اكو مساله قمنا نفحص الادويه اللي هي دخلت بطريقه غير نظاميه، بس قمنا نفحصها في سبيل نأطرها بالأطر القانونية والصحيحة. فراح تلقى ربما راح تلقى أنه أكو عليه ليبل، بس ما راح تلقى مثلا شلون نقول بس باس اللي هو ناجح اللي هي هاي الأدوية. شنو هاي الأدوية اللي هي ينفحصها خلال هاي الفترة السماحية اللي قلت الجنابة فهاي راح تكون انه بس يكون ان هذا العلاج بالضبط باذن الله بالضبط. فهاي قلت لك المفروض باذن الله تعالى تدريجيا راح يعني تختفي الادويه الغير مرخصه، راح تبقى بس الادويه المسجله فقط باذن الله. دكتور عسان الاخ المخرج يقول اذا يمكن ظهر عندهم صيدليه بمنطقه راقيه، اذا بمنطقه راقيه صيدليه تصرف تعرف هاي ايجاره غالي وتفاصيل صح. شلون الاسعار تصير؟ هي هاي الوزاره يعني شلون وزاره الصحه راعت هذا الجانب وخلت مساله انه الهامش هامش الربح صح هو يختلف طبعا. احنا الايجار من منطقه الاليف احنا حتى التقسيم عندنا حتى في نقابه الصيادله بالتعاون مع الاخوان بهيئه الضرائب اكو تصنيف للصيدليات الاليف وباء وجيم اللي هي شلون نقول جنابك اللي هي مثلا نقول المناطق بالضبط تختلف بالضبط. فهذا الشيء راعته الوزاره بالهامش الربح، هامش الربح موجوده خلت بما نقول انه يكفي انه باللقمه الشريفه السواسيه صارت طبعا ليبل واحد الكل صار هذا جميل. دكتور بصراحه راجيته اي نعم الطبيب يكتب رموز سومريه كان هذا الشيء موجود بالفتره السابقه بس ابو صيدلي الجوال ما اقول لك لا امانه يعني ما اقول لك لا لان انا كصيدلي هم صايره بي هذا الشيء، بس الحمد لله وشكر تدريجيا قامت تختفي هالراشيتات. اكو يعني المتابعه من وزاره الصحه والاخوان الاطباء اكو كان فرضوا عليهم انه لازم يكون تنكتب الراشيتة طباعه عاشت ايدك. فهذا الشيء الحمد لله ساهم بشكل كلش كبير انه كنا نشوف الراشيتات المطبوعه بصوره صحيحه، بالاضافه انه حتى الاخوان اللي كان يكتب مثلا بصوره غير يعني تغيرت الخط. فهي المساله صراحة نوعا ما يعني تجاوزناها ان شاء الله. جيد احتمال هالقرارات الحكومية بصراحة نعم بعد ما حد يدخل كلية الصيدلة ما تفيده لا وهو انت كل شيء لازم تنظمه لازم يكون ضمن الاطر الصحيحة. لا دكتور بصراحة صار يعني اوفر كل شيء يعني بالنسبة للصيدلة والمواطنة صراحة تجارة صارت صراحة يعني انا قلت لك قبل شوي هو اولا واخيرا يعتبر بزنس صحيح. اكو اطراف خارجيه اللي هم مو صيادله يتدخل في هذا العمات هاي الاطراف طبعا، لان هو اول ربما يكون رجال بزنس مان ربما يكون هو يعني صاحب تجاره صاحب تجاره صحيح. بس احنا دائما نكون انه لازم يكون هو يؤتمر بالقوانين والانظمه اللي هي تخليها وزاره الصحه بالصوره الصحيحه. هذا احنا اهم نقطه هاي. فبالتالي انت من راح يكون هو اكو التزام بهاي الانظمه والقوانين، فسواء هو كان بزنس مان او كان صيدلي. طبعا احنا لازم نقول انه الصيدلي رقم واحد يكون هو مثلا على سبيل التجاره، وهذا راح يكون اكثر شيء صراحه مو بالصيدليات. يعني احنا يعني انا بالنسبه لي كصيدلي ما اتمنى انه اشوف بزنس مان او احنا نسميه احنا بالمجتمع الصيدلاني اللي هو الدخيل. انا ما افضل اشوف دخيل بالصيدليات صراحه. الصيدلي
الصيدليات حصرا للصيادله. البزنس مان او الرجل التجاره ممكن انه يروح مثل ما قلت قبل الجنابه قبل شويه للمصانع للاشياء الكبيره اللي صح. تستوجب انه ارقام كبيره يعني للعمل وهذا بالضبط بالضبط ويدخل في 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 شراكه مع صيادله ضمن اطار كبير طبيعية وهذا طبيعي في كل دول العالم صح. اما بالصيدليات لا انا صراحه يعني شاكد يعني اقول انه الصيدليات للصيادله حصرا. دور الرقابه يعني نقابه الصيادله نقابه الصيادله مشكوره جهودها يعني صراحه عندنا لجان التفتيشيه لجان على طول النهار من الصبح لليل متواصلين مساله التفتيش حتى في يعني ربما كان سابقا اطراف بغداد مثلا كان ما حد يوصلها لا هسه في اطراف بغداد بالاضافه للاخوه بالداخل المحافظات والاقضيه والاطراف المحافظات المتمثله بالاخوه بالممثليات نقابه الصيادله بالمحافظات على طول اليوم على طول السنه اكو جولات تفتيشيه بهذا الخصوص بالاضافه الى طبعا جولات والتفتيشيه لوزاره الصحه. احسنتم. دكتور صالح نرجع على التعاقدات يعني احنا نعم. يعني تركنا ما توسعنا بهذا السؤال. كيف يتم التعاقد؟ عملية التعاقد احنا عندنا مبنية على الكلفة التخمينية اللي تجينا من دارة الأمور الفنية. دارة الأمور الفنية احدى الدوائر المهمة في وزارة الصحة العراقية. هي راح تمد كيماديا بالكلف التخمينية وتمدها بالاحتياج على أساس هذين النقطتين يتم مسألة التعاقد يكون احنا مسألة احنا التعاقد دائما على هذين الأساسيين تصير العملية الاستيرادية، العملية الاستيرادية اللي هي راح تكون انه بناء على هذا الأسس راح ندخل في العملية الاستيرادية بناء مثل ما قلت الجنابة قبل شوية هل هو دواء مستلزم مختبري أو جهاز تاخذ العمليه حسب طبيعه كل صنف في فحص في شروط عامه لازم تكون داخله بهذا الاسس امن شيء وافضل شيء احنا دائما نكون دائما بنكون احنا نسوي عمليه العقد الدواء والمستلزم او اي شيء يخص المواطن العراقي دائما اللي هو أأمن شيء والأفضل شيء كواليتي يكون للمواطن العراقي هاي النقطة رقم واحد دائما تكون في نصب أعيننا في الشركة العامة لتسويق الأدوية ممتاز تنظيم سوق الدواء بالقطاع الخاص وخاصة الأدوية المهربة دكتور أي قلت لحضرتك قبل شوي إحنا شرنا لها يمكن بالكلام بالضبط حكيناها بصورة مقتضبة هذا العملية الحمد لله وشكر يعني حاليا قلت لك إياها في طريقها للزوال الدواء المهرب يعني بإذن الله تعالى نحصر هذا الشيء كلش هواية مو مثل قبل كان موجود بالمذاخر من تروح للمدخل راح تلقاه بالصيدات وحتى منتهي المفعول لا مستحيل يعني منتهي المفعول ما يعني صراحه مستحيل العفو يعني الا يكون الا هو يكون راح يخليه بطريقه تحايليه هاي بحث اخر هذا انسان يعني محترماتي ما عنده لا اخلاق ولا مبادئ اللي يسوي هذا الشيء لان انت قاعد تسوي فشيء له علاقه بحياه المواطن فمستحيل لذلك انا ما افكر بها ولا اذكرها بس نقول مساله انه مثلا مساله التهريب مع خطأه الكبير في طريق الانحسار باذن الله تعالى. السيطره اكو واضحه يعني واضحه جدا انا قلت لك يعني قبل ما اكون مثلا انا الصبح يعني موظف في وزاره الصحه العصر انا صاحب صيدليه واتواجد بصيدليتي يعني هوايه انحسر موضوع الادويه المهربه انحسرت باذن الله تعالى. ممتاز. احنا عنوانكم الواضح هو الشركه العامه للتسويق الادويه والمستلزمات الطبيه. ما اخذنا هذا الجانب. هي. الان ناخذ هذا الجانب دكتور. المستلزمات الطبيه شو معناها؟ المستلزمات الطبيه هي يعني هم هو عنوان صراحه كبير. مستلزمات طبيه تقريبا يمكن حضرتك تتفاجئ رقمها يعني تشمل 4700 4800 مستلزم رقم جدا ضخم الادويه تقريبا احنا الادويه هذا نوع 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 الادويه احنا مسؤولين في وزاره الصحه عن اللي احنا نصح لها القائمه الاساسيه 650 654 دواء القائمه الاساسيه كادويه كمستلزم قلت لك هذا الرقم كلش كبير الحمد لله وشكر يعني حاليا احنا بدنا نشتغل حسب توجيهات السيد وزير الصحه على توفير المستلزمات الطبيه بافضل نوعيه بانسب سعر بالاضافه اللي هو قلت لك اياها مو بس مستلزمات المستلزمات تشمل السرنج الكانيولا فيلم الاشعه وتتطور الى اكو اجهزه احنا اجهزه التخصصيه اجهزه الكسور اجهزه الفي ان اس قبل شوي يمكن تكلمت ويا جنابك بصوره قبل الحلقه اللي هو مثلا المورفين بامب والباكلوفين بامب
سوق المستلزمات الطبيه سوق جدا كبير. متوعدنا خير ان شاء الله اكو تعاقد باذن الله تعالى، يعني في طور التعاقد باذن الله في هذا الموضوع اللي تكلمنا عليه ان شاء الله. ان شاء الله دكتور. دكتور يعني بصراحه هاي تحتاجكم بس انتم موازنه. بالفعل انا ليش قلت الجنابه قبل شويه؟ حجم العمل داخل الشركه العامه لتسويق الادويه حجم جدا كبير، فوق ال 2000 موظف احنا في الشركه العامه، لذلك دائما يعني نحتاج مساله الدعم المالي، والحمد لله شكر بمتابعه السيد وزير الصحه والسيد رئيس الوزراء هذا الشيء حاليا يعني نشوفه على ارض الواقع الحمد لله. ممتاز. دكتور زياد شنو اولويات الشركه؟ اولوياتنا صراحه هي كادويه هي ثلاثه، الادويه السرطانيه، ادويه الطوارئ، ادويه الحالات الحرجه. ذني السبتاتر العريض احنا عندنا كادويه ذني، لان يجب توفيرهم بصوره دائمه ومستمره. عندنا احنا صراحه احنا عندنا كذا شكل تعاقدي، يمكن شويه راح ادخل لك بالعمق. احنا عندنا كذا اسلوب تعاقدي داخل الشركه العامه لتسويق الادويه حسب تعليمات وزاره التخطيط طبعا. انه عندنا اسلوب التعاقدي اللي هو العقد الاستيرادي، كذا شركه ممكن تقدم العقد عطاء. العطاءات بالضبط، مناقصة تعلن ويتم القبول والرفض، وتندر تندر ويتم القبول والرفض بناء على شروط كيمادية المواصفة الموضوعة. خلص هذا ممكن أنها نوفرته كان بها، ما توفر ممكن نروح اسلوب الدعوة المباشرة. اسلوب الدعوة المباشرة ما توفقنا به نروح لمسألة الشراء المباشر. هذا كله في سبيل منظومة توفير الدواء العراق للمواطن العراقي بأي طريقة بالضبط، في سبيل أنه أنا ما يكون عندي عجز. فلذلك انه ليش بدي اقول الجنابه قبل شويه، العمليه جدا دؤوبه ومستمره على طول السنه داخل الشركه العامه للتسويق الادويه في سبيل توفير الدواء والمستلزم للمواطن العراقي. ارقام الشركات اللي تتعاقدون وياها يعني شنو ترتيبهم بالشركات العالميه؟ يعني بالنسبه للشركات العالميه امانه يعني احنا كل الشركات البراندات نتعامل وياها، يعني ما عندنا شركه خلينا نقول سعرها اغلى. الشركات يعني السويسريه، الفرنسيه، الامريكيه، الالمانيه، كل الشركات البراند اللي انت تفكر بها الجزء مثلا تقول معقول احنا عندنا ايش تعامل؟ لا احنا عندنا كلها يعني تعامل مع كل الشركات. يعني انا اتذكر بالاضافه طبعا للشركات عندنا يعني محليه عربيه شرق اسيا، عندنا كل هذا. بس طبعا التركان اللي هو يعني التوب مثل ما يقولون، الافضل ما يمكن احنا نجيبه للمواطن العراقي. اعتقد هي كانت كورونا واضحه يعني بالفعل يعني شركات فايزر وشركات وبالضبط شلون جنابك سانوفي، هواي الشركات العالميه اللي هي لها ثقلها بالسوق الدوائي، كان على طول الخط هم عندهم يعني تعامل ويانا ويا كيمادي. احسنتم دكتور. مع من تتعاونون دكتور؟ انتم كشركه مع من؟ فيما يخص التعاقدات ام داخل كل عملكم؟ عمل احنا عملنا واسع، يعني احنا عملنا ويا مثل ما قلت جنابك احنا في داخل وزاره الصحه لنا علاقه من ناحيه التمويل، وزاره الماليه من ناحيه الاجازات، ويا وزاره التجاره من ناحيه دخول الاجازات. وزاره التجاره هم عندنا الاجازات الاستيراديه للادويه فتكون عن طريق وزاره التجاره. مساله اخرى اللي هي الجمارك، هاي نقطة جدا مهمة لان احنا الدخول عن طريق المنافذ، يعني احنا قلناها قبل شوية انت الدول آمن والفعال شو راح تدخل؟ يدخل عن طريق منفذ رسمي معتمد بطريقة محفوظ بطريقة رسمية، فبالتالي انت راح تكون الامور عندك جدا واضحة. فهاي متعاونين وياك مثل داخلية طبعا وكذا. طبعا الحمد لله التنسيق على اعلى مستويات الحمد لله وشكر. هاي الجهات خلينا نقول العامة بصورة رسمية اللي احنا دائما نتعامل بها وفي تماس وياها. ممتاز. سؤالنا حتى لأن وقت المخرج ده يقول لي وقت يعني. نعم. بس عندك أعطيك فد أربع دقائق دكتور إذا أمكن. تفضل. دكتورنا موضوع جدا جدا مهم هو الضمان الصحي. الضمان الصحي. أعتقد هو من صلب المنهاج الحكومي لوزارة الصحة. بالفعل الضمان الصحي صراحة هو ما له علاقة يعني بشغلنا ككيمادية. يعني راح تشوف بس له علاقة إن جنرال بالضبط بصورة عامة بوزارة الصحة، هو من المشاريع الجديدة اللي السيد الوزير الصحة أكد عليها بالفترة السابقة والحالية أو من ترأسه للوزارة، وده يشتغل عليه بصورة حثيثة في سبيل أنه يرتقي مسألة الواقع الصحي حسب توجيهات السيد دولة رئيس الوزراء والبرنامج الحكومي، أنه في
تقديم افضل خدمه للمواطن العراقي. بالتالي يعني تعرف انت جنابك اغلب الدول دار مدانا هي مشمول البرنامج موضوع البرنامج الضمان الصحي. شيء هو شيء جديد بعد المواطن ما متعود عليه. احنا نتامل صراحه انه كموظف كمواطنين يكون اكو فد تعاون بهذا الموضوع، لان بالتالي راح ينعكس بصوره ايجابيه على الواقع الصحي للمواطن العراقي. واعتقد هماتين يعني كل اللوجستيات راح تكون جاهزه تهيئة الضمان الصحي الاساسي، الادويه، البنى التحتيه، اساسيات البرنامج كلها موجوده. والدليل اجتماعات الدورية دولة رئيس الوزراء بالإضافة لاجتماعات السيد رئيس السيد العفو وزير الصحة بهذا الخصوص مع الأخوان بالضمان الصحي. الضمان الصحي ممثل بكذا وزارة، يعني مو بس وزارة الصحة، هواي أكو وزارات من دخل بيها، فذلك أكو متابعة حثيثة لإنجاح هذا البرنامج بإذن الله تعالى. أحسنتم دكتور، شكرا جزيلا دكتور زياد ناجي، مدير قسم اتحاد الأدوية في الشركة العامة للتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية. شكرا جزيلا. فرصة سعيدة. في دول عمرك حبيبي دكتورنا الغالي. شكرا دكتور. شكرا لإجاباتك الوافية. الله يحفظك. والنابع عن دراية كاملة بإدارة عملكم. شكرا لكم دكتور. فرصة سعيدة. شكرا جزيلا. للمشاهدين الكرام، في ختام الحلقة نشكر الأخوان في وزارة الصحة والأخ مدير الإعلام على تواصله ويانا وتقديم كل الشخصيات المحترمة لتقديم وتعريف عملهم في وزارة الصحة وأيضا ما يقدموا خدمة للناس. هذا واجبنا احنا كإعلام أن ننظر كل تفاصيل الإيجابية والسلبية، ماكو دائرة مدخلة من السلبيات بكل تأكيد، لكن نحن نشير ونؤشر إلى تلك السلبيات ونتمنى أن تعالج بأقرب وقت ممكن. تقبلوا تحيات كادر البرنامج وأنا معد ومقدم البرنامج حازم الحرب. ألتقيكم بإذن الله تعالى يوم السبت القادم في الساعة 9 مساء. في أمان الله.